طريقة فتح جولة الافتراضية الفيرشوال تور لأي عقار. أنا هشرح هنا على الآيفون. بعد ما نفتح الرابط دي واجهة الجولة الافتراضية الفيرشوال تور، دي تعتبر الكفر بيج أو الصفحة الرئيسية للجولة. فيها المعلومات الأساسية، بتقول الشقة مكوناتها كذا ومساحتها كذا، وده زر تشغيل الجولة الافتراضية. وتحت هنا في 3 أيقونات مهمين. في هنا لو مثلا اللي بيتفرج على الجولة الافتراضية حب يتصل عليك بيضغط على أيقونة الاتصال، لو حابب يشوف على خرائط جوجل موقع العقار فبيضغط الأيقونة دي بيفتح معانا خرائط جوجل. والأيقونة الأخيرة موقع الإنترنت، موقع الويب لمكتب العقار. طبعا الشقة دي عشان نعرف نتجول فيها لازم نعرف محتواها، صالون أو غرفة جلوس وغرفتين نوم ومطبخ وحمام. في تعليمات موجودة تحت اهي بتقول ابدأ الجولة الافتراضية بالضغط على المثلث، فتح معايا على الصالون على طول. طبعا في أيقونات موجودة فوق اهي، وده شعار مكتب العقار اللي بيروج للشقة نفسها. وفي تحت أيقونة هنا للصور، وفي ألاحظ إن في أيقونة كرة أرضية هنا. طبعا عشان أبدأ الجولة الافتراضية على طول إن أنا أحرك الصورة اللي هي المفروض صورة بانورامية 360 درجة، وأشوف شكل الصالون فوق وتحت. ألاحظ إن في أيقونات، الأيقونة دي بتقول اضغط لمزيد من المعلومات، فلما أضغط على الأيقونة دي يقول لي ده تلفزيون 52 بوصة، بتطلع لي صندوق معلومات. لو جيت هنا مثلا يقول اضغط لمزيد من المعلومات، اطلالة على شارع جانبي متفرع من شارع الولاية العام، وهكذا. ممكن احط اي معلومات في اي مكان لاي شيء، يعني مثلا الكنب ده اضغط عليه اهو طقم كنب فاخر مفروشات العبد اللطيف. عشان اروح لبقية الغرف في عندي هنا يقول لك الى المطبخ، في هنا خريطة الموقع لو عايز اعرف مكان العقار على خرائط جوجل، وفي هنا اتصل بنا اللي احنا قابلنا مثلهم موجودين في الكفر بيج اللي هي الغلاف. وفي هنا غرفة النوم الرئيسية وفي غرفة الثانوية. احب اشوف كده غرفة النوم الرئيسية، اضغط عليها نقلني للصورة البانورامية التانية. هذه مكتوب غرفة نوم ماستر، اتجول فيها براحتي وابص فوق وابص تحت واشوف الفها. ارجع اروح اضغط على الى الصالة مرة اخرى، اروح غرفة النوم التانية اضغط عليها يوديني ادي غرفة نوم ثانوية، بعدين هنا الى الحمام والى الصالة. ده في شاشة هي مكتوب عليها اضغط لمشاهدة فيديو، ممكن احط اي فيديو هنا مثلا فيديو اعلان لمكتب العقار على يوتيوب، ممكن احط اي فيديو في اي مكان. انا هنا اخترت الشاشة هيشغل لي اعلان على اليوتيوب واطفي، فممكن احط اي فيديو. طيب اروح اشوف شكل الحمام، هنا بيقول الى الحمام، اضغط الى الحمام. ادي الحمام اتجول فيه براحتي 360 درجة واشوف مكونات الحمام. طبعا من الحمام ان انا اروح لغرفة النوم الرئيسية، اطلع اروح على الصالة الى المطبخ، اشوف شكل المطبخ. ادي المطبخ مكتوب المطبخ اهو، وفي هنا ايقونات معلومات، اشوف مكونات المطبخ. تمام، في هنا ثلاجة، اضغط على الايقونة دي مطبخ مجهز بالكامل، ممكن اكتب اي معلومات اضغط على دي يتفتح لي صورة، وممكن احط اي صورة اي عدد من الصور في الجولة بتاعتي في اي مكان لو عايز اشوف مزيد من التفاصيل. مكتوب هنا كافة مستلزمات المطبخ الاساسية. هنا لو انا عندي نظارة VR اللي هي نظارة الرؤية الافتراضية بضغط عليها، هنا بيقول لف الجوال علشان لو تحطه في النظارة فتبتدي يعرض الجولة الافتراضية، واقدر انا اتحرك وانا لابس النظارة وحاطط الجوال في النظارة، اقدر اتحرك واشوف الشقة في كل الاتجاهات، فبيديني رؤية ثلاثية الابعاد. عشان اخرج منها الف الجوال تاني وارجع للرؤية العادية واضغط اكزيت. الايقونة دي لما اضغط عليها يديني حركة حرة للجوال، ان انا اقدر وانا جالس على كرسي مثلا دوار
اقدر الف انا الجوال بدون انا ما استخدم صباعي، اقدر الف الجوال في كل الاتجاهات واشوف محتويات الشقة. لو عايز اثبت الجولة فاضغط على اداة تاني وارجع لايه للتحريك بالصباع. طبعا الجولة الافتراضية بتشتغل على كل الجوالات، ايفون اندرويد، بيشتغل على الايباد، بيشتغل على التابلت، بيشتغل على الكمبيوتر واللاب توب. وهنا شكل الجولة الافتراضية على الايباد، لو شغلتها اشتغل معايا. وده شكل الجولة على جهاز الكمبيوتر، اضغط زر التشغيل واقدر اتحرك بالماوس في كل الاتجاهات. اتصل بنا مش هتكون شغالة، لان طبعا جهاز الكمبيوتر مفهوش شريحة اتصالات. الايقونة دي مهمة جدا، ان في مخطط للشقة فلور بلان، اقدر اعرف مكونات الشقة واخد تصور عنها يعني. وكمان ممكن اقدر اروح للمكان اللي انا محتاج اشوفه في الشقة، يعني هنا اقف هنا شوية عليها يقول لي غرفة نوم ثانوية، اضغط على الايقونة دي هيتفتح لي غرفة نوم الثانوية. اروح للمطبخ اضغط على الايقونة دي في المخطط الشقة واقدر اروح للمطبخ. طبعا مكتب العقار هو اللي بيزودني بالمخطط الشقة. لو انا عاوز اتجول بين مكونات العقار، دي هنا الصور البانورامية المكونة للعقار نفسه، بروح عليه بان انا اضغط على الصورة على طول واقدر اروح للمكان اللي انا محتاجه بكل سهولة. واتمنى لكم مشاهدة طيبة.